بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي، اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. انا نعماء من قناه نوفوق. ان شاء الله النهارده هنعمل طبق جميل جدا، طبق سهل جدا، ربع ساعه كده هتخرجوا من المطبخ، يعني حاجه كده في السريع كده، جايه مستعجله من مشوار، جايه من شغلك مستعجله، حاجه على السريع كده في ثواني، في ربع ساعه تكون خرجت من المطبخ. هنعمل مكرونه محمره وهنعملها بطريقه جميله جدا، ونعمل جنبها لحمه مفرومه برده بطريقه سهله. يلا بينا على مطبخ نوفوق نشوف هنعمل المكرونة الزين. يلا نسمي الله ونبدأ. هنا يا حبايبي جبنا الحلة وجبنا الوقت جنبها كمان، وحطينا هنا زيت وحطينا هنا زيت، وهنا بننزل بحتة دهنة، وهناك برضو نزلنا بدهنة، ونسيبها بقى ايه تسخن مع بعضها كده شوية. وشغلنا البوتاجاز هنا، هنا شغال، نسيب الدهنة تسيح بس شوية. يعني عايزة اقول لكم طبق سهل جدا وبسيط جدا زي ما قلت لكم في المقدمة، يعني حاجة كده في اللذيذ كده. خلاص هنا بننزل بقى بالمكرونة او الدهنة مساحت، حطيت نزلت بالمكرونة، وهناك برضو كمان بتسخن اهو. هنا بس بنزود شوية مكرونة، حسيت انهم قليلين، نقلب بقى، نقلبها بقى لحد ما تدينا لون كده جميل كده، وبعد كده نشوف هنعمل عليها ايه. بس مش هنعمل فيها اي حاجه لحد ما ناخد منها اللون اللي احنا عايزينه، لون اللي هو المتحمره جميله كده. ممكن على فكره تحمرها في الفرن، يعني دايما بحمر المكرونه والشعريه ولسان العصفور في الفرن. هنا بننزل في الوق اللي جنب المكرونه باللحمه المفرومه على الماده الدهنيه الموجوده، وهنا بقى بنحمر وكل شويه بنقلب. وطبعا اللي انا بعمله بمسك الحله كده واقلبها، ده بتسهل التقليب، يعني بمسك الحله من ايديها الاثنين واروح ايه مقلبها كده، بتسهل التقليب عندي. هناك حطيت فلفل اسود وملح، يعني نص معلقه من ده ونص معلقه من ده، وهنا لسه بنقلب برده في المكرونه. زي ما قلت لحضراتكم احنا مش هنحط اي حاجه خالص ولا هنعمل فيها اي حاجه لما تتحمر، وبعد ما تتحمر شوف هنعمل فيها ايه. نقلب كده. انا عندي على فكره مكرونه محمره في الفرن، بس انا حبيت اعملها بالطريقه دي على قدامكم، لان انا هناك حطيت بصل فرماه على فلفل اخضر، حطيته على اللحمه المفرومه، والمكرونه لسه برضو بنشتغل فيها، بدات تاخد لون اهي. خلاص اتحمرت واللحمه دخلت في سوا، خلاص دخلت في سوا. بس احنا عايزين اللحمه دي عايزينها فيها صوص، مش عايزينها ناشفه، عشان اللحمه المفرومه دي هي اللي هنغمس بيها المكرونه. على فكره ممكن تعملي المكرونه كده، يعني هنا ده طماطم مبشوره، مش مخلوطه في الخلاط، دي مبشوره بس. ممكن تعملي الطبق المكرونه ده تاكليه مع اي حاجه تانية، لو مفيش لحمه مفرومه او مكسله تعملي، ممكن يتاكل مع اي حاجه تانية، يعني مش لازم لحمه مفرومه، احنا بس بنحب نجود. بس هنا حطينا هريسه شطه على اللحمه المفرومه، اللحمه المفرومه خلاص عايزين بس ايه نحط لها والمكرونه خلاص خدت فوق. ونحط نزلنا فلفل الوان على المكرونه، وبقيه الطماطم المبشوره اللي حطيتها على اللحمه المفرومه بننزل بيها. يعني عايزه اقول لكم اكله والله خطيره جدا، جميله جدا وسريعه على فكره، ما تفتكريش انها بتاخد وقت. ويا سلام بقى لو انت محمراها، حطيت هريسه شطه على المكرونه، يا سلام بقى لو انت محمراها اوريدي في وموجوده عندك، حطيت معلقه صلصه على اللحمه المفرومه ومعلقه صلصه على المكرونه، ونقلب بقى المكرونه بتاعتنا. خلاص المكرونه يعني خلاص هنحط عليها بقى الميه السخنه. طبعا المكرونه ما ينفعش تزود ابدا غير الميه بتغلي، الكاتل شغال تزودي عليه، ما فيش كاتل شغال جنبك ميه على العين اللي جنبها. حطيت ايه نوع هنا؟ حطيت ده مرقه فوريه من اللي بتتشرب الكيلو، ريحتها وطعمها اجمل من المكعبات بكتير، ان شاء الله هنعملها في يوم. وحطيت على المكرونه فلفل اسود، ان حطيت على اللحمه المفرومه بس. وهنا نزلنا بالملح بتاع المكرونه، وهنا بننزل بقى بالميه اللي بتغلي على المكرونه، عامله زي اللي بعلق كده في ماتش كوره. خلاص كده هنطفى، لا مش هنطفى عليها، هنغطيها ونسيبها تستوي بقى زيها زي اي مكرونه او زيها زي الرز. واول ما تشرب ميتها تحط تحتها الشياطه عادي خالص، شياطه الرز عادي خالص كانك بتعامله مع رز. يلا نغطيها ونشوفها بعد شويه ايه اللي هيحصل فيها.
انا حطيت كمان نص معلقه مرقه فوريه، يعني طمع ده، طمع، لان فعلا ريحتها جميله جدا، عجباني جدا. وحطيت نص معلقه توم. خلاص المكرونه استوت اهي، يلا بينا بقى نروح نغرفها. خلاص استوت يعني كده، عايزه بس اللي ياكل يعني. لو ممكن تاكليها مع بيض مسلوق، ممكن تحمري بطاطس، ممكن تعملي سلطه حمراء، يعني اللي يريحك او اللي موجود او على حسب راحتك يعني. هنا بنغرف بقى المكرونه، بنسخنها لسه مولعه. خلاص اللي يعني هنحط بقى عليها اللحمه المفرومه، ممكن بقى ايه اللي تحط الافراد عيلتك كده الطبق وعليه اللحمه المفرومه، وممكن تحط ده وجنب ده. انا بحط اللحمه المفرومه فوق يعني كده، خلاص الطبق كده مش عايز حاجه تاني. وهنا بقى اللي عايز يزود حط في الطبق التاني ده، للي عايز يزود حمري بقى جنبها بطاطس، ممكن شيبسي، شوفي بقى انت. هي مش عايزه حاجه خالص ما شاء الله عليها، يعني اكله سريعه جدا وجميله جدا. ويا رب ما تكوني استرحت معايا كده ونسيتي تعملي لي لايك، اعملي لي لايك واشتركي في قناتي ونوريني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.